بالنسبة لنا نحن واحد من أعظم الاقتصادات، لقد قمنا بإدارة أعظم اقتصاد للولايات المتحدة وتلقينا إثناء من كل من شاهد أداءنا، وقمنا بإنفاق الأموال في المناطق التي كانت يجب علينا إنفاقها حتى لا نواجه الأزمة التي حدثت في ثلاثيات القرن الماضي، ولم ندخل في حروب، وكان كل شيء يبدو جيدا، ولكنه لم يتم الإثناء علينا بالصورة الكافية. والآن الرئيس الحالي خلق كوارث، ونحن أعطيناه دولة كانت العوائد لدينا أكبر عما كانت عليه من في الماضي، وكنا نواجه مشكلة المهاجرين، ولكنه على الجانب الآخر أبلى بلاء سيئا، وهو أصبح عبئا على هذه البلد.